أنا منير التوزري من تونس، نخدم مهندس صناعي، تخرجت من المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس. أصلي من متلوي، بلاد صغيرة في ولاية قفصة في الجنوب التونسي، وفي الوقت الحالي نخدم في تونس العاصمة. عندي بيانسور الوالد اسمه محمد توزري، الوالدة نزيهة، نعيش كما قلنا في الجنوب التونسي. عندي 3 أخ 5 أخوات، أنور، رفياء، إشراق. في تونس من أهم الحاجات اللي تعرفوا بها هي اللباس التقليدي بتاعنا، مثلا على سبيل المثال السفساري في المرأة التونسية، وعندنا الجبة والشاشية مثلا في الرجال التونسي التونسي. ومن أهم المأكولات التونسية عندنا الكسكسي، وعندنا الكسكسي، طاجين، مرسوقة، هذوما أشياء يعني تونسية وأصلهم أمازيغي. و إيوا